مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، سفينه برنامج تقرقيب الناب، غنصطادفوا غنتبحروا غندرعوا وغنشطحوا وغندردكوا مع واحد الفنان شعبي اللي هو شيخ شيوخ حمادي. شكرا خويا فريد. يلا ورينا شكون حمادي. الحفلات الله يرحمه مات، قعد سديتهم قاع ما علمتهم، عروسة من الصبليون هدف على العربون، نقافة يا ودي يا عيات ما تبكي. وسير سير شرات العمارية بقات مرمرية. وهي هي خوتنا الموسيقيين يا قاع غرقو دين. واه يا ربي. وسعدي في البندير هكي بغيت ندير. وييه فرقة العيساوية يا بقات مرمية، وانتي لامي ما صابرة ديما، والغرام تجيب ومشات يا الحبيب. وييه ييه دريمو للهزق هبعت الرزاق، طيبات يا الحباب ما يشوفوا عذاب، والطيبات مشاو 12 صداو وفين دجاجة، ولا الحملة برقو كل شي بقى في السوق، ارا عبيدات رمقا بقاو في الظلمة دون مكانة، وفريد يا الحبابة ما يشوف عذاب. بارك الله عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك خويا حمادي. الله يحفظك لك. الله يلا عدامنا تفاقموا علينا وحيدنا شوية الروماطيز. إيوا الحمد لله، هذا الشيء اللي بغينا، بغينا إن شاء الله تكون ناشط وكنوا كاع ناشطين. وراشيد حتى هو تبارك الله على السي رشيد. الفنان الموسيقي ديالنا الجميل. تبارك الله عليه. شكون هو أوركستر حمادي؟ السلام عليكم، تنشكركم بعدا على الاستضافة. تنشكر قناة أنفاس. حمادي أوركسترا حمادي فنان شعبي، تنشتغل في قطاع الحفلات، مهرجانات، أي مناسبة ديال الأفراح، وتنكون إن شاء الله ديما مع الناس والحباب وبحال وجهكم، وناشطين فرحانين معهم، وهذا هو الفنان حمادي. سي حمادي في فترة ديال كورونا كي درتي؟ يعني دابا تقريبا شي عامين ديال كورونا هادي، ما بقى لا عراس لا مهرجانات لا شطيح لا رديح. صراحة هذا القطاع ديال الحفلات انا علاش غنيت عليه وعملت هذا الديسك هذا ديال الحفلات، حيت عرفت خوتنا الموسيقيين كلهم متضررين بهذا الوباء، نتمنى ان شاء الله الله يرفعوا علينا في اقرب وقت. قلتي ندير اغنية على القطاع الحفلات؟ ضروري، حيت انا في ايامات ديال الحجر الصحي ما كاين ما يدار، كنا باركين، وليت تنكتب راسي كلمات، تنلحن راسي بزاف ديال الديسك، اي موضوع تنخدم عليه وتنسجل الاغنيه. حيت قالوا لي انا كان كيكتب لك واحد الفقيه في اكادير.
عدي اخي فريد هذاك الفقيه خليته لك انت عكتبته وياه. الفقهاء ما يمكنش يكتبوا هذا الشيء ديال الموسيقيين وداك الشيء، حكومه تنحترمهم وما عندهم حتى هما خدمتهم، حتى هما الله يحسن العافيه كيديروا خدمتهم حتى هما. هما راك عارف الخدمه ديال الفقهاء راه جيتي بالطوموبيل اليوم؟ لا ما جيتش بالطوموبيل، جابني واحد الصديق هو اللي جيت معاه، انا ما جيتش سيكر راسي. درتي البيرمي بعدا؟ ذكرتيني في هذا حيت قالوا لي واحد النهار شريتي الطوموبيل وباقي البيرمي ما عندكش. كاين هاد القضيه هادي نيت فريمون. وكيفاش؟ دابا انا كانت عندي سبحان الله غادي موهبه في عزيز عليا نسوق الطوموبيل. كان واحد السيد تيعلمني نسوق بمعنى الكلمه، تنسوق مزيان. يعني كانت خاصني هذيك البيرمي فقط. هي هذيك شريت طوموبيل تنسيركي لي فيها في البلاصه اللي ما فيها لا جوندارم لا بوليس لا والو، فين ما كانت شي خلات تفيج بكل تواضع كل تواضع سي فريد. المهم بعت هذيك الطوموبيل واحد الاخ ديالي حتى هو. وشريتي البيرمي؟ لا باقي ما درتش البيرمي، هذا الشيء انا جايك باقي ما درتش البيرمي، حيت وقعت واحد الطريفه قبل ما ندير البيرمي. هي كانت شويه صعيبه ولكن دار فيها الله خير وما الحمد لله بعد ما وقعت شي حاجه اللي تماك فين تفكر غدير البيرمي. ضروري. الاخ ديالي حتى هو شرا مني بعت انا الطوموبيل ديالي، عاود الاخ ديالي شرا الطوموبيل عنده البيرمي. خوك خويا ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء ديال السياقه بتقول ما لا بيرمي لا لا السوق لا والو، ماشي سوق يريح في يعرف السوق عيبض يعرف برومبير ولا دوزي ساقو منيت بالفعل. هي هذيك قال لي غنمشيو نديو الطوموبيل ونمشيو عند النساب ديالو بعاد، يعني حنا ديك الساعه كنا في مديونه وغنسافروا للاطلس خنيفرة والنواحي. تحية الناس الاطلس. تحية الناس خنيفرة، زاز عليا ديك البلاد تبارك الله وداك الشيء. المهم قلت لي كيفاش غادي نديروا البراجات وداك الشيء، راه ما يمكنش نمشيو. ذاك الوقت كانت مخوفة شوية بنادم ماشي تلقى براج إذا يوقفك ولا ما يوقفكش، ماشي بحال دابا يعني صعيب دابا باش. قلت لي لا أنا ما نقدرش ندي الطوموبيل بلا بيرمي. قال لي غنشوفوا شي واحد يوصلنا تما ونبقاو حنا ديك السيمانة تسيركيلي بينا أنت تنرجعوا. وديك الساعة عاوتاني طوموبيل نبقاو نسيركيلو بحال انا تلعب بها ذاك الوقت وصافي، يعني ما دايرهاش باش نسافر بها ولا. هي هذيك بقينا تلاقينا مع واحد الخطاف كريناه وصلنا مولاي بو عزه. من تما كملت حيت تما ما كاينش البراجات من مولاي بو عزه، ما تيكونوش البراجات. كريتو واحد صاك بكم كريناه ورجع هو باش يوصلنا تما ورجع هو في دير اوتوستوب ولا مارش اوتوستوب. المهم ملي وصلنا حنا ما بقيناش. المهم وصلنا باختصار باختصار وصلت لعند وصلنا لعند النساب ديال الخوادري. الغد ليه قال لي خلي لي الساروت راه بغينا نخرجوا نريحوا في الطوموبيل. انا خرجت نضرب دويره، مني رجعت لقيت الطوموبيل اش غنقول لك ضربوه مع واحد الدار ريبو بعدا واحد الدار ديال واحد السيد. المهم شي المهم شي الله يسمح لينا منه. والله ما نكذب لك هادشي، لا سبحان الله العظيم ربي دار خير ما كانش شي دري صغير خارج ولا شي واحد ساقوه معاهم. شنو وقع هما كيفاش داروا تضربوا ديك الدار؟ نسيبو ريح مريح في البلاصه ديال الفولون ديال الشيفور هو وحده بارك زعما خويا بدا يدير فيها راه عارف حتى انا تنفهم دير فيها زعما كاين راه عنده البيرمي هو ما عنده والو ما عنده والو تلعبها. قال لي راه هذه بروميال علم ولا واش دوز لي بروميال ولا تروازيام ولا انا بان لي الدار واقيلا دوز كاتريام الاخر تيكسيري تيكسيري على سميتو. قال لي اللي تيعاودوا لي الناس على حسب الاقوال ديال الناس صافي هاز رجعوا لومبرياج ويقصد على الدار. ملي جيت عنده قلت لي كيفاش وقع لك؟ قال لك انا ملي زاد الطوموبيل ما عرفتها طايره ولا غادي. ايوا هذا الشيء اللي وقع الحمد لله. هذه رساله للناس اللي ما عندهمش البيرميات ما يقربوش. انا من تمنيت اصلا هذه رساله مشينا في الطوموبيل رجعنا حتى حنا على في الكار. هذا الشيء اللي وقع هو هذا السي فريد. ملي رجعت كره لا باس الحمد لله. اجي كيفاش من الشوطوكان للموسيقى كي درتي لها؟ لا بالنسبه للشوطوكان والموسيقى هما راه كانوا بزوج، راه الموسيقى قبل من الشوطوكان. ولكن دابا الشوطوكان ما كملتش فيه، كانت وقعت لي واحد الاصابه في رجلي في الصبع ديال رجلي. تبنى طيه. المهم راه الرياضه كامله راه شويه فيها ضروري لما حضيتيش راسك تنسى راه تتوقع شي حاجه. المهم انا كنت تنتريني مزيان صراحه في الشوطوكان، كنت بقيت كورونا ميطر كنت نتمنى نكون ميطر بطل دابا نكون استاذ يعني نتريني بالوليدات ولا هذه راه مزيان. هذه دابا
الوقت اللي كنت تنتريني جوج حصات مع الدراري الصغار وتنتريني حتى مع الكبار، انا تعزيز عليا كنت يعني سبورتيف مزيان. كنت دير واحد الكومبو انا واحد الخصم، وهذاك لاصال كانت فيه واحد البودره، هذاك الخصم يعني بحال قجرت عليه شي شويه، هو يهرب ليا لحدا البودره، جيت نضربه بواحد المواشي نضرب البودره، ضربتي البودره ريبتي رجلي، ريبتو الدار في خنيفرة وريبتو لاصال في الدار يحفظ صافي ثم ربوك لهنات صافي. مني وقعت لي ديك الاصابه في الصبع ديال رجلي طولات بزاف والو، حيت تبقى تلعب بها ضروري اي حاجه توجاتك الصبع غادي تحس بالالام وداك الشيء. صافي وانا نسحب على الرياضه، بقيت مع الموسيقى وانا دابا باقي في الموسيقى. الشيء هذا الحمال يا مشكل كامل طرائف والله، السي رشيد كامل طرائف هذا الحمال. مشى لمراكش شي حفله ما عرفت كيفاش قال لك قجموش، عمرك شي واحد قجموش؟ كيفاش تقجك هذا المش؟ هذه ديال المش صراحه انا ما تنتفكرها تنبورش صراحه، هذه هم خليني نعاودها باش ربما نحس عبدك الاحساس وخاك صعيب. قر ما اطلب تسليم طالبين تسليم والله الله يحفظه. صافي هذاك الشيء صعيب شويه. دابا حنا كانت عندنا واحد صواري في مراكش في واحد الملاهي الليليه تما، وصلنا معطلين شويه مع هذيك المغرب هكاك، لقينا الناس تما الخير مجدين لينا الغدا ديالنا، خلوه لينا العشاء، ما هو غدا. المهم هذاك المغرب بحال هكاك حطوا لينا، قالك لي خلى غدا العشاء ربي غنى. نعم. هذا الشيء اللي داروا لكم عندهم تم. عندهم هما واحد الجرده تما حطوا لينا داك الماكله ديالنا تما، واحد المش حنا باركين مع شي 8 الناس ولا مع 9، داك المش ما جعل عندي انا، حطيت ليه اللحم زعما قلت كيما فيه الجوع باغي ياكل، حطيت ليه اللحم ما خليت محط. تقول واش باغي؟ شبعان معرق ديال بصح ما يعني ما بغاش ياكل. هذاك راه امول الدار ديال خني فرنسي الله اعلم. وانا ضربته بواحد الركله، درتي الشوطو كان ضربته بواحد الركله فزاتو نيت مشى بعد مني ما خلانيش مرتاح، نضحك مع صافي وداك الشيء برزطني. صافي قال لي الله يهنيك، مشيت بقيت انا نسيت وحيدته من بالي. الغد ليه مني جيت رجعت للدار يلاه بغيت نعس، باقي يعني باقي ما يلاه ارتاحي ديتك الغمضه ما كاينش ديك الغمضه بحال انا داك الشيء تنشوف فيه مباشره صراحه. بان لي داك المش بالسيفه ديالو، داك المش هو جاي من بعيد، وملي حد هو تيقرب عندي وصراحه وانا فايق ومقادش زعما باش نوض ولا شي حاجه. صافي يعني كاين تنعاودها للناس يقول لك لا راه ابو غطات، هذاك ابو غطات داز علينا ماشي مره ماشي هذاك ابو غطات ولا مول الدار هذاك المش هو جاي تيقرب وتيكبر حتى ولا قدك اودي فارد بكل تواضع بكل تواضع. قجني اخي فارد واحد القجه قسما بالله الا شنو نقول لك، صافي حسيت بالموت. كون ما الدار سمعوني بان كان مخنوق حتى ما عرفتش شنو داك الشيء، يعني تنبخبخ ولا ما عرفتش ناضوا الدار تيجريو ما تيفيقوا فيا وانا، ولكن قبل ما انا بقيت حاس براسي فايق تنشوف ديك داك العجب كيفاش واقع وحاس بيه بنا. فاش فقت قلت لي مودي راه كاين بديت تنعاود ليهم راه واحد المشترى تخيل اللي راه كنت في مراكش ضربته وراه تبعني حتى لهنايا شي لا سبعه ورجال شي لا سبعه وهذا الشيء اللي كاين اخي فريد والله سبحانه طلب السلامه. بنادم ديما الا كان شي مش بعده منه ديروا ليه خاطرو تيمشي فحالو. صرت اوصل المنشر الجدر وييه مرجو الغابة ما خسرت اوصل المنشر الجدر واه يا ربي والفرغ لادو كبير ولا عاد بالو المر واه حمادي خويا فريد مرحبا برشيد والوالي سيدي مبارك قاعد حملي وراه بارك والي سيدي مبارك قاعد حملي وراه بارك طلق سراحي نمشي الغابة ويلي فم الغابة طيبوه الصيادة مرم كحل صينا والعدة رومية ويلي بنت الشهبة ما تجي عاقم ريا كيف يا ودي ودي واللي حصل يعدي فايه سير Thank you.
رشيد ورشيد. هذه أجمل تحية الناس أنفاس واحد واحد من الكبير تل الصغير. تحية لخويا فريد. حمزة حمزة. تحية لخويا حمزة وحمزة أحسن مخرج. أمين. أحلى أمين وأمين من الكبار. بوستا بوستا. تحية خويا بوستا وبوستا. منير. أحلى منير. إيمان. إيمان. لالا إيمان وإيمان. تحياتي. تحية للجميع. تحية للجميع. أستاذ أريري. أستاذ أريري. تحية ليه. تحية ليه كبيرة. خليها ليه كبيرة خويا فريد. سير هلا. سير. أيه. يلا فريد يلا. واه يا فريد. واه يا واه يا فريد. واه يا خويا فريد. واه يا دير لينا وشي شطيحه. دير لينا شي شطيحه. تكون زوينه مليحه. تكون زوينه مليحه. الله يعطيك صحيحه. الله يعطيك صحيحه. إليحة 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 إليحة. تبارك الله على حمادي. تبارك الله على حمادي. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. مشاهدين انفاس تي في مع هاد الانغام ديال حمادي ومع عاود دردك زيد دردك مازال غندردكو مع فنانين اخرين ان شاء الله. دوزوا بخير.